مدينة الجزائر أسست حسب النزوات وضرورات الوقت. منظر الجزائر يوحي بصورة غير منسجمة في نسيجها العمراني، وعلى الرغم من ذلك يظهر تناسق وتماسك يعطيان دفءا وحنانا لهذه المدينة التي ترتدي مزيجا من ألوان تسطع من النور. وإذا كان المنظر والطقس يلهمان بقصيدة شعر، فإن حياة الرجال هي ثمرة عقود من الزمن توحي بهوية عميقة تمتد جذورها في التاريخ. هؤلاء الرجال الفخورون الغيورون على تقاليدهم المولعون بالحرية ينتمون إلى الجزائر التي قاومت دوما الغزاة. الجزائر تتذكر، والجزائر تذكر أبناءها حتى بأشياء لم يعايشوها. مدينة الرفض والثورة المثقل بتاريخها، تاريخ زاخر كله بالأحداث. في البداية كانت هناك جزر، من هنا تبدأ قصة مدينة الجزائر التي كانت تسمى في القديم إيكوسيم. والأسطورة تروي أن المدينة أسست من طرف 20، أي إيكوسي باليونانية، وهم رفقاء هرقل، وتركوا البطل الميثولوجي أثناء رحلته إلى البحر المتوسط. لكن التاريخ غير ذلك، فالفينيقيون أسسوا غروبا من بلادهم تحت قيادة الملكة ديدون مدينة قرطاج. وحين أصبحت قرطاج غنية قوية وسعت مجالها التجاري على طول سواحل أفريقيا الشمالية. ويحتمل أن يكون هؤلاء هم الذين أعطوا لهذا الملجأ الطبيعي المؤلف من جزر صغيرة اسم إيكوسيم. الحرف إي بمعنى إيل، أي جزيرة بالفينيقية. وأما كوس فيحتمل أن تكون هي زمج الماء، فتصبح إيكوسيم جزيرة زمج الماء. وجود القرطاجيين على ساحل نوميديا، والذي كان وقتها واقعا بين موريتانيا وقرطاج، لم يتعرض لتطور سكان المنطقة على الإطلاق، الذين كانوا رعاة فلاحين يتكلمون اللغة الليبية. وامتزج بتقاليدهم معتقد وثني من قرطاجة يتمثل في عبادة بعل آمون إله الشمس، تانيت إلهة الإخصاب. أما اللغة الفينيقية فكانت حكرا على المثقفين، ولم تكن البلاد آنذاك مغلقة على نفسها، كما تشهد على ذلك هذه القطعة الأثرية التي اكتشفت عام 52900 غير بعيد عن ساحة الشهداء. قرطاج التي كانت كثيرة الاهتمام بمصالحها التجارية أكثر من اهتمامها بالتوسع الاستعماري، حاولت التقرب من القادة النوميديين
الذين كانوا يرفضون الانصياع ويعيشون أحرارا على أرضهم، حيث وجدت منذ 3 قرون قبل الميلاد مملكة لماسيسيل في الغرب ومملكة لماسيل في الشرق. السياسة التجارية التي انتهجها القرطاجيون للتوسع سرعان ما أصبحت مهددة بطموحات روما التوسعية، واندلعت الحرب بين المدينتين من أجل الهيمنة على المتوسط. حرب دامت 120 عاما أدى فيها النوميديون دورا كبيرا. ومع نهاية القرن الثالث قبل الميلاد ظهر لدى لماسيل قائد خارق للعادة يدعى ماسينيسا. كان رجلا يتمتع بشجاعة وإقدام كبيرين وقوة وشموخ لا مثيل لهما. عاش 90 عاما وحكم 56 سنة، وقيل إنه أنجب آخر ابن له وعمره 86 سنة. ماسينيسا تصدى للقبائل ووسع مملكته سيرتا العاصمة، وشجع استقرار الرحل بتطوير الفلاحة. وفي مواجهته مع القرطاجيين ذهب ماسينيسا إلى حد مد يد العون إلى الرومان الذين انتصروا على أنيبال في معركة زاما 202 قبل الميلاد بفضل فرسانه. وعندما توفي في عام 48 قبل الميلاد ترك هذا الملك العجوز مملكة موحدة مزدهرة. الحركة التجارية الكبرى التي ازدهرت في وقت النوميديين تجد آثارها اليوم في جنوب أوروبا ممثلة في هذه القطع النقدية التي تحمل صورة الملك النوميدي. 2 سنين من بعد وفي حرب ضروس دامت 6 أيام بلياليها سقطت قرطاج. روما الوفية لسياستها التوسعية بدأت وقتها تهين الذين كانت تنوي استعبادهم، وكانت روما تنظر إلى النوميديين بأنهم مجرد فئة همجية، وبإثارتها للنزعات وبث روح الشقاق بين ورثة ماسينيسا تمكنت من السيطرة على نوميديا. سياسة التقسيم هذه واجهت مقاومة يوغورطا حفيد الملك العجوز. يوغورطا الذي رفض قبول الإمارة الشكلية استخف بروما وقضى على منافسيه واسترجع نوميديا. بفضل فطنته ودهائه واعتماده على حرب العصابات كبد يوغورطا القوات الرومانية خسائر جسيمة طيلة 7 سنوات من المعارك الدموية. وفي 105 قبل الميلاد وبفعل خيانة
من صهره الملك الموريتاني بوكيوس، اعتقل يوغورطا ونقل إلى روما ليقتل. نظريا نوميديا كانت مستقلة، يحكمها ملوك شكليون أمثال يوبا الثاني زوج سيليني ابنة كليوباترا ملكة مصر الشهيرة. يوبا الثاني ترعرع في روما وسط جو فني أدبي، وكان الحليف المناسب لقوة إمبريالية. دام حكمه 49 سنة. سمى شرشان أو إيول القديمة الفينيقية سيزاري تقديرا للإمبراطور أوغوست الذي كان يحميه. يوبا الثاني كان بالنسبة للأمازيغ الرجال الأحرار أجنبيا وأداة تحركها روما، وتحولت نوميديا وقتها إلى سوق تمول روما بالرقيق وحتى الحيوانات المتوحشة الضرورية في ألعاب السيرك. خلال حفل دام 25 يوما تحت إشراف الأمبراطور أوغوست، قتل 3500 رأس من الحيوانات المتوحشة التي جيء بها من نوميديا. بتوليمي ابن يوبا الثاني وآخر ملوك موريتانيا اغتيل من طرف كاليجولا الذي أمر بغزو مملكته التي ضمت في عام 42 إلى الإمبراطورية من طرف الإمبراطور كلود. ولذلك قسم الشمال الأفريقي إلى 4 مقاطعات: الجزائر واسمها إيكوسيم الذي أصبح لاتينيا إيكوزيوم. الشاهد على ذلك هذه اللوحة التي وجدت بشارع باب عزون. إلى جوليوس سيتيوس بلوكامينوس ابن ماركوس من قبيلة كيرانا، المجلس البلدي لإيكوزيوم. إيكوزيوم إذن لم تكن تمثل ميناء متواضعا في موريتانيا سيزاريان والتي اتخذت من سيزاري عاصمة، والتي كانت مركزا من مراكز الإشعاع لحضارة روما. البرجوازية المحلية أمام انبهارها بعظمة وفخفخة روما تأثرت بالعادات والثقافة اللاتينية. واحد من فئة البرجوازية المحلية صار إمبراطورا اسمه سيبتيم سيفير. الشعب على الرغم من سياسة الاستعباد التي عانى منها والاستغلال والفقر المدقع بقي محافظا على تقاليده وظل يحارب ويقاوم الغزاة. فكان كل إمبراطور يعتلي العرش يواجه ثورة. اعتناق بعض الأفراد للديانة المسيحية لم يكن سوى رد فعل على مطاردة روما للمسيحيين. وعندما أصبحت الكنيسة رسمية بدأت تثير الشكوك. لهذا السبب وجد معتقد دوناتيست الداعي إلى معاداة الأثرياء والحكام المسيطرين. من طرف هذه الجماعة ظهرت فئة لسيكونسيليون
تتكون من فلاحين كانوا يهاجمون الملكيات الكبيرة على شكل عصابات لمهاجمة أكبر الملاكين وأصحاب الضرائب. وقد حرض القديس أوغستان الذي ولد في سوق هراس وكان قس إيبون عناب حاليا على محاربة للسيركونسيليون، وكان يقول إن دور الكنيسة ليس في العمل على تحرير العبيد، وإنما العمل على جعل العبيد طيبين. كقوة روما بدأت تحتضر، والقديس أوغستان يموت في اللحظة التي هاجم فيها الوندال على البلاد. 5 قرون من الاحتلال تنتهي هنا، 5 قرون من الذل والاستعباد، 5 قرون من النهب، ولكنها أيضا 5 قرون من الاقتتال الدموي. ألف عام من بعد، حين نزور الآثار المتناثرة على البلاد أو حين نرى المتاحف، يتبين لنا مجد وقوة وعظمة وثراء روما التي صارت مع مرور الزمن جزءا لا يتجزأ من البلاد. ولكن الشعب لا يعترف بهذا الميراث، وإن كان الرسام والبناء اللذان أسسا هذه المدن والفنانون الذين نقشوا ونحتوا هذه التماثيل وشكلوا هذه الفسيفساء هم رجال هذه المنطقة من أفريقيا التي أصبحت تعرف فيما بعد بالجزائر. الوندال الذين جاءوا من البلطيق تحت قيادة جان سيريك دمروا وخربوا كل ما كان في طريقهم إلى أفريقيا الشمالية التي احتلوها قرابة قرن. قيل إنهم كانوا 50,000 ولم يكونوا إلا غزاة لا غير، وأمام الانتفاضات المتواصلة خاصة في مناطق الأوراس ومجيء الغزاة البيزنطيين فر الوندال، وما بقي يذكرنا بعبور الوندال سوى عقود الامتلاك والبيع المعروفة باسم لوحات ألبرتيني. وهناك في بيزنطة البعيدة كان الامبراطور جوستينيان يحلم بمجد روما، فنظم حملة لاحتلال الشمال الأفريقي حيث لم تتجاوز السلطة الملكية المدن الكبرى ومنطقة الساحل، وأقاموا قلاعا تحميهم من هجمات القبائل. وبفعل النزاعات الدينية التي كانت تنحر جسم الإمبراطورية وكذا حربها ضد الفرس، أصبح البيزنطيون غير قادرين على فرض سيطرتهم والتحكم في هذه المقاطعة البعيدة التي تمكن سكانها من إحكام سيطرتهم على المنطقة. وإن مضغون فلن يبتلعون، مقولة آسيا جبار هذه بخصوص المستعمرين تأكدت عبر الأزمنة، والحضارة الوحيدة التي تركت بصماتها في الجزائر هي الحضارة العربية الإسلامية بقيادة عقبة بن نافع. توجه المسلمون لفتح المغرب، ووصل عقبة بجنوده إلى غاية جبل هرقل الأسطورة، حيث لم يوقف زحفهم سوى البحر،
والله لو علمت أن وراء هذا البحر قوما لا يؤمنون بالله لغزوتهم حتى آخر قطرة من دمي. قتل في طريق العودة من طرف السكان الأصليين الذين كانوا يقاومون النفوذ الأجنبي مهما كان، لكن الديانة الجديدة لم تقهر، وهكذا أخذت بلدان شمال أفريقيا تبتعد تماما عن المحيط الثقافي اللاتيني والمسيحي لتندمج في عالم روحي واقتصادي جديد، أي العالم العربي الإسلامي. السكان الأصليون الذين اعتنقوا الإسلام ذهبوا لفتح أسبانيا تحت قيادة طارق بن زياد الذي وصل إلى الجبل الذي عرف بجبل طارق. طارق بن زياد بعدما أحرق السفن توجه إلى جيشه قائلا: البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصبر والسيف. هنا المسيحية لم تواجه البربر، فالمسلمون كانوا يحملون قيما ومعارف وتقنيات أبهرت العالم المسيحي. هذا قصر بناه ملك فرنسا في نفس العهد الذي بني فيه قصر إشبيلية. أين هو الجمال أو الإتقان؟ مسيحي معجب بالثقافة العربية الإسلامية قال: إن أسوأ يوم في التاريخ كان في 732 خلال معركة بواتيه، عندما تراجعت المعرفة والفنون والحضارة العربية الإسلامية أمام البربرية الإفرنجية. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العظيم. ورغم وحدة الإسلام، عرفت دول المغرب المتميزة بالحدود الغامضة وغير المستقرة نزاعات على السلطة وانشقاقات مذهبية وصراعات اجتماعية متقطعة دامت 8 قرون. هذه الدول مرت أيضا بمرحلة ازدهار في عهد مملكة الرستوميين، الزيريين، مملكة الحماديين، ومملكة بني عبد الوادي. وفي القرن العاشر لما ذهب الفاطميون لفتح القاهرة، كلف هؤلاء أميرا من السكان الأصليين يدعى يوسف بن بولوغين بحماية المغرب. وبعد تأسيسه مليانة والمدية، أنشأ في سنة 973 على أنقاض إيكوزيوم التي انظفرت في أعقاب الغزوات الجزائر بني مزغنة، نسبة إلى قبيلة صنهاجية كانت تعيش في المنطقة. وفي القرن 11 زار العالم الجغرافي العربي البكري المدينة والميناء الذي كان مزدهرا، ولاحظ آثارا قديمة ووصف الجزائر
بالمدينة الكبيرة ذات المسجد الجميل والميناء الحيوي. الجامع الكبير الذي يعد أقدم مساجد مدينة الجزائر شيده يوسف بن تاشفين مؤسس تلمسان، ويعود تاريخ مئذنته التي بناها أبو تاشفين ملك تلمسان يعود إلى سنة 1324. أين هي المئذنة التي جمالها يشبه جمالي؟ أمير المؤمنين بنى قببا شكل لي بها زينة وهاجة. تعالوا تعالوا للتمتع بمنظر المبتهج. في نهاية القرن الثالث عشر اندلعت حروب ضارية بين المرينيين في فاس وبني عبد الوادي بتلمسان والحفصيين في تونس، أضعفت سلطتهم، الأمر الذي سمح لعدة مناطق بإقامة دويلات مستقلة: كوكو في القبائل، الونشريس، قسنطينة، تجورت، حنين، وهران، بجاية والجزائر. وكانت لبجاية آنذاك سمعة ثقافية كبيرة، زاد من شهرتها العلامة ابن خلدون صاحب علم الاجتماع الحديث الذي درس بها. أما الجزائر فقد كانت محمية من سيدي عبد الرحمن الثعالبي المشهور بشخصيته الدينية وعلمه. المسلمون عند فتحهم للمغرب كان عددهم قليلا، لكنهم تمكنوا من ترسيخ الإسلام واللغة العربية. في الجزائر لم يكن اعتناق السكان للدين الإسلامي بدافع مصلحي، سيما وأن الإسلام شديد الحرص على تثبيت القيم الروحية في المعاملات اليومية. والجزائريون برهنوا على تمسكهم بمعتقداتهم الروحية وضحوا ما مر بمصالحهم المادية.